تزامنا مع تخليد المغاربة للذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، شهد الجولف الملكي الجامعي لسطات يوم السبت 5 نوفمبر الجاري فعاليات دوري سطات المفتوح للجولف الذي أشرفت على تنظيمه جمعية الشاوية للجولف بمشاركة رياضيين من مختلف الفئات ومختلف التخصصات في هذا النوع الرياضي، يوم يمثلون عددا من النوادي والجمعيات الرياضية بمختلف ربوع المملكة علاوة على ممارسين دوليين. الور بون حنا كجمعية ديال لاعبي الجولف ديال الشاوية كننظموا كل سنة هاد الاحتفالات الوطنية، كننظموا هاد المناسبات هادو وكنعرضوا على عدة لاعبين من عدة الأندية ديال المغرب، منها اللاعبين ديال دار السلام، لاعبين ديال الجولف المحمدية، كاين لاعبين تابعين الجولف ديال الدار البيضاء. وهذه المناسبة هي مناسبة وطنية اللي ما كيخصناش نخليوها، وحنا فخورين بالإحياء هذا الحفل هذا، وهذا الحفل هذا وهو عزيز عند كل المغاربة. كانت مشاركة فيها 40 مشارك، كيف كانوا من عدة أندية من المغرب، وكان المنافسة كانت شرسة كي يقولوا، والحمد لله توفقوا بعض اللاعبين من رويال جولف محمدية وشي وحدين من الجولف توني جاكلين ديال اللي في الدار البيضاء والجولف الملكي ديال سطات. رسالة باش تشجع الناس اللي يجيو يلعبوا الجولف، سيرتو ان كاين الملعب سطات، كاين يعني الناس الفضاء فهو فضاء ديال العموم والفضاء الابواب ديالو مفتوحه، وكنشجعوا جميع المواطنين باش يجيو يمارسوا هذه الهوايه ويحاولوا يحيدوا من راسهم بان هذه الهوايه كانت مخصصه لواحد النخبه اللي هي ولات هوايه اللي عامه زعما جميع متناول جميع المواطنين، يمكن اليوم يجيو يزاولوا هذه الهوايات. شكرا. وتميز هذا العرس الرياضي بحضور ممثلين عن الجامعة الملكية والشركاء والجهات الداعمة وقدماء ممارسي رياضة الجولف وطنيا ودوليا، إضافة لممثلين عن السلطات الأمنية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني وعدة شخصيات بارزة، كما شهد تغطية إعلامية مكثفة. أنا فرحان بزاف اليوم بهذا الإنجاز في الرويال جولف يونيفرسيتير دو سطات، وخاصة حيت أنا ولد سطات وولد الشاوية من جدودي وآبائي وداك الشيء، سميتو كنت كنجي كنلعب هنايا فاش كنت صغير، ودابا الحمد لله جيت اليوم واخا واحد 18 عام ما جينا لهنايا فزنا الحمد لله وهادشي اللي كاين الحمد لله. الرساله ديالك للناس اللي باغيين يلعبوا الجولف؟ هنا الجولف سبور واعر، سبور كي يخليك تلعب بالفيزيك ديالك وبالمونطال ديالك، زعما خصك دير استراتيجيات في التيران باش تكون توفق على هاد اللعبه. وكنشجع كاع لي زيتوديون حيت هنا كاينه لو ان سي جي اكوتي، دونك خص كاع لي زيتوديون هنايا يجيو يبداو يديروا غير دي سيونس دينيسياسيون، لا يقدر يطلع منهم واحد جوج ولا ثلاثه، محدودين عندهم هذاك الشيء اللي كاين. حنا اللي كنمارسوا في المحمديه ولا في الدار البيضاء ولا في الرباط كان خصنا يكون عندنا انوتر جولف، فهمتي فين نجيو نترينيو فيه، ساشون كو لو باركور سي ان بو باركور خصو غير شويه ديال لونتروتيان. وعرف الدوري تنافسا شيقا من قبل المشاركين بما فيهم العنصر النسوي بهدف نيل جوائز متنوعة أشرف على توزيعها في الفقرة الختامية عدد من الشخصيات. الحمد لله بهذه المناسبة السعيدة اللي هي المسيرة الخضراء، جمعية لي غولفور دو لا شاوية نظمنا انا كنت من اللجنة المنظمة واستطعنا باش ننظموا هذا التورنوي، الحمد لله داز في اجواء رائعة وممتازة، العدد المشتركين كان لا بأس به، الحمد لله اللي شاركوا كلهم للناس اللي جاؤوا المرة عجبهم الجولف ديالنا نظرا للطبيعة الجميلة اللي كيتواجد فيها، هو طبعا من اقدم لي غولف اللي كاينين في المغرب، والحمد لله
كل شيء داز مزيان الحمد لله، حنا فرحانين وكنتمناو ان شاء الله باش يكونوا دورات اخرى واي حاجه تزاد هذه المدينه حنا فرحانين بها. رساله للناس ديال السطات سيرتو اللي ما كيمارسوش الجولف يجيو. الجولف ما بقاش رياضه اللي ديال الناس غير اللي لاباس عليهم كما كانت معروفه، اي واحد دابا ولا كتشري هذاك الماتيريال بثمن رخيص واي واحد ممكن يمارس الجولف، رياضه زوينه اللي زوين فيها هو طبعا الطبيعه ولا كونسونطراسيون وهذا يعني. هما محظوظين لان كاين اصلا كاين. وطبعا حنا محظوظين هنا في هذه المدينه السطات لان عندنا الجولف، حنا محظوظين بهذا الجولف. كما قلت ارتسامات هي ارتسامات جيده وجيده جدا، وذلك لاننا كنحتفلوا بواحد الذكرى اللي هي عزيزه على المغاربه كاملين، الذكرى 47 لتخليد ذكرى المسيره الخضراء اللي كتوحد المغرب واللي كتجمعه من شماله للجنوب ديالو، وهذه فرصه للالتقاء بلي غولفور كاملين ديال المغرب كاملين في هذه المدينه السعيده اللي هي المدينه ديال سطات واللي فيها الغولف الفريد من نوعه، الغولف الملكي الجامعي الوحيد اللي كاين في المغرب اللي كاين هنا في المدينه ديال سطات. وكل شيء تبارك الله داز مزيان، الباركور خاصو شويه ديال الاصلاحات، ولكن واخا هكاك العاملين اللي كاينين هنايا ارتأوا على انهم يديروا المجهودات الكامله ديالهم على انهم باش يسهروا على ان هذا الباركور هذا يكون موجود على حساب هذه التظاهره. والحمد لله بالنسبه للناس اللي باغين يمارسوا يعني الجولف، شنو الرساله ديالك للناس اللي ديال سطات سيرتو باش يجيو يمارسوا الرياضه؟ كنوجه لهم النداء وكنحاول نقول لهم يشجعوا الوليدات ديالهم باش يجيو يمارسوا اللعبه ديال الجولف اللي هي لعبه زعما كبيره في المتناول، لان اصبح لأن من بكري كانوا كيقول لك هذا الجولف يعني خاصه بواحد الفئه معينه. لا بتاتا، دابا ولا الصغير والكبير الفقير والغني اي واحد يقدر يولج لهذا الجولف هذا، وهذا الشيء راه كتسهر عليه الجامعه الملكيه المغربيه للجولف تحت الرئاسه السديده ديال صاحب السمو الملكي مولاي رشيد اللي كيسهر على هذه المسائل هذه. شكرا استاذ.